نرجع شوية. قلت لي علاش ما عادش مع يوسف؟ يوسف خاطر وقت اللي أنا من الأول جاء واحد من الزملاء وأجان كيفي هزوا للدحيل وهو عنده علاقة، الأخوية عنده علاقة، صارت قطيع. من بعد يوسف قال هب نطلع من نحب نلعب في الأوروب، جبتوا الإكيب شينواز و سيتي اون تابل اوبيراسيون اللي هو يعني مبلغ كبير لمدة 4 سنوات، والجمعية ندفعوا لها الكلوز ليبراتوار اللي موجود في العقد اللي هو قديش؟ اللي هو 4.5 مليون. 15 مليار كيكا. فشلون اللي صار؟ انه عام 2015 القانون هذاك لقحوه، وبلاتيني اللي عملوا انه اللاعب ممنوع انه ينتقل في فتره شتائيه من 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 اي نادي يعني الى بليك الكلوز ليبراتوار. فرفض رئيس النادي، رفض وقال لا 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 لا. اي انت ليش ما عادش؟ اي علاش؟ خاطر جدد عقده بدون حضور، خاطر هذا قال له هذا بابا وهذا هذا بابا وهذا لاجون نتاعي وهذا كل شيء. فما راني بعد شهر هو والاجون جددوا العقد مع الاخويه، وصلت انا سيتي تخو تاعو، فالامور ما مشاتش. واخو في خاطرك شويه من يوسف؟ برشا برشا، على خاطر انا حقي ناخذه من حقي ناخذه من الكلوب مش من عنده هو. فهو فكر كان في نفسه. ما حكيتوش بعد حكينا وطمني 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 وما صار حتى شيء. فانا يعني علاقتي تو مع ابوه علاقه طيبه، وهو علاقتي حتى شيء يعني ستو ما حتى المحامي اللي حاولت نحطه معاه في موضوع موضوع ليكيب شينوار ولا لاجون تاعو اللي هو سي مالك لملوم، مش خالد القصبي لاجون تاعو، لا مالك لملوم، يقول هو مالك لملوم واللي مصالح مالك لملوم. ما كنتش راضي على انتقاله لأوبين ولا ما عندك شعر؟ لا انتقال يوسف، يوسف بتعرف تجي في فترة الشتائية تجي انفي باش يلعب في الأوروب، وبما انه علاقته باهية مع الرئيس قالوا له ولا حاضرين انت جاي من إصابة ماكش تلعب السنة، ها نحقق لك حاجة من أمنيتك انك تلعب في الأوروب، وحطوه في أوبين اللي هو كيباتيا للخطر. يعني النادي 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 اي التوانسه وقتها استناه في البطوله الانجليزيه، سمعنا عروض من برايتون ومن واتفورد، لكن قيناه في جمعيه متوسطه، معناها اقل من متوسطه. مثلي مثلكم ما عنديش اي درايه، سمعت اللي مشى لانجلترا مع رئيسه والنادي اللي مشى له زاد كيف كيف ولا خطري. اي متابع اكاديميه سبايل. اكزاكتلي. حاولوا 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 يعني، وان شاء الله يرجع من الاصابه والمستقبل قدامه. بي التوانسه الكل متفقين يوسف موهبه كبيره من احسن لاعبيه خلقتهم تونس، ضيع يعمل مسيره كبيره في النوادي الاوروبيه، تتفق مع الكلام هذا؟ اكيد اكيد 100% اكيد 100%. انا اجتمعت بمارسيليا، اجتمعت بليفركوزن، اجتمعت بوردو، اجتمعت بورتو، رئيس بورتو اجتمعت الكل حبوا عليها في يوسف. ولكن ليل قاب قوسين كانت توفى العمليه، قاب قوسين دخلوا فيها بليزيور اجون ودخلت فيها برشا ناس وتحت في الماء. اما ليل كان اكثر نادي كان ماشي له مجهزين يدفعوا له المبلغ. هذايا بعد البوت العظيم اللي كان الجزائر في كان 2013 كيكا، كان 2013 بالضبط. الاخرين علاش ما تموش؟ قلت ليفركوزن ليفركوزن خاطر جاو، خاطر اول شيء انفستيس با اكثر من مليون، تحيل طلبت برشا. لا 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 مازال في الترجي. قبل لا مازال في الترجي. هو كيفاش جاته الاوروب؟ هو لعب ضد زينيت في الدحيح في قطر، لعب ماتش اميكال وشافوا فيلانوف، فشافوا لونتونان تاع زينيت، قال هذا يشوفوا لي اتصل فيا، هذاك رجعت علاقتي انا لان زينيت كانت تحب عليه وعجبهم مركز زبونت ديما يسمعوا ديما يسمعوا يوسف ماشي يوسف ماشي، ما تمتش الحكايه على خاطر قال الحظ واختياره، هو اختياره هو للدحيل واختياره هو الاخويه
هو اللي السبب اللي اختار هو لكن المستقبل. مش انت هزيتوا للقطر؟ لا القطر هزوا خالد القصبي لانه علاقه مع نادي القطري علاقته كبيره معهم وتفسخت فيها العمليه في لحظات في ثواني وكانه لم يكن شيء بيني وبينه. سي معناها انت ديما معاه لكن وقت اللي تصير الصفقات نتاعو صارت بوه ولو خالد القصبي ورئيس جماعه الاخويه وتفسخت فيها العمليه. ما فتين معناتها انا هي ما انا للاسف يعني مشيت بنياتي مع بوه عمري ما عملت عقد معه كل كانت بالكلمه لاخر يوم كل مره يقول لي احنا عائله واحده انا مصرح للناس اللي انت لجوم تاعي اكو في النهايه يعني انت تعرف انت خير شو اسمه خير المتعاقدين انك يعني سوب كونتر تو بو ريان فير تو بو ريان فير يعني بصراحه يعني تخممش في قضيه حاجه لا 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 عندها شيء قضيه ما عندها شيء علاقه كيما انا لا ولدي سعيد كيما لا ولدي زايد لا لا علاقتي طيبة لا 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 حاجة ربيت عشتها معها إيه تعتبر بتحايلوا عليه قلبوك لا حتى لا لا ثم لا تحايل لا قلبوني لشيء هو ما وفاش بوعده ولزني أنه الاتصال يقعد مباشرة معاه وأنا منحبش العملية تصير مع الملاعب في حكاية الكوميسيونات كانت أحسن شيء بيني وبين النادي فهمتني فبيني وبين النادي فهذا اللي صار يعني هذا اللي صار تأخرت يعني في العملية وتأخرت العملية علي أنا وبو حكيت شي معه لا 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 فات يعني انقطع الاتصال من وقتها معناها من وقتها يعني فرحنا له في الزواج قلنا له ربي هنيه مشيت الزواج بتاعه ولا طبعا مشيت الزواج بتاعه وانا لونتونير بتاعه بالماضي السجون بتاعه وانا تليت بيه وصاحبي وجي توجور ديفوندو يوسف لاخر لحظه ولكن مكتوب خلاص خلاص يعني التونسي ما يقعدش في ما يفش بوعده دائما قلت لي وعدك باش يعطيك و لا لا يعني انا نرفض قديش المبلغ قديش المبلغ لان المبلغ يعني هو يعرف وانا نعرف انا نرفض هو طمني انه العمليه انا خد قصبي تصير لا لو ما اجتمعت عرفت من بعد طمني بخالد قصبي قال لي توا انا انت وخالد قصبي تاخذوا نصيبكم في العمليه ولكن ما صار شيء على كل انا من ماضي انا يعني علاقتي كبيره اليوم في انديه الاماراتيه فحاجه وانتهت عندي حاجه ما زلت اخو في خاطركم وجومن اكيد باخذ خاطري لانه تعبت باش اخذ خاطري انت تتصور اموا اون فانتين دو كلوب فهمتني واستدعى وجيب وسافر وقابل بريزيدون دو كلوب فهمتني انا قديم موندا مدلسين ثم ديزاجون كيدو مصحين ديزاجون توانسه انا نعرفهم كيدو مصحين في دي موندا وولد انا نعرف اللي مصح معايا انا لي موندا مصححهم معايا عندي ثلاث اربع موندا مصححهم نجم تكون من حالتي هذه اضافه يوسف في مسيرته معناها سيرتو بوتو سيرتو كثير عندي قال لي بريزيدون تاع ليل قال لي كل شيء فيه تبارك لاعب كبير قال لي سي يفو دو لور ما ناخذوش تلمون لي زاجون هدت سبت بعثت دي ميساج الكل انت تسمع كلمه يوسف وتاع الف اجون يخرج يا رسول الله علاش قلت لك تمت في الدحيه في الاخويه خاطر خالد قصبي ورئيس الكلاب عندهم علاقه به هذاك علاش تمت يعني والا دائما تقضي زاجو في كل بقعه تلقى جو يخرج لك واضح انتني دونك يفوت جو دو ليكري اما في الكلاب هذوما يعني كنت مع شو اسمه مع يوسف بالمونديال بصحه